الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يعيش المرء في هذه الدار زمنا قصيرا ثم يغادرها وينتقل إلى دار أخرى تختلف اختلافا كاملا عن تلك الدار التي ألفها، وحياة غير الحياة التي اعتاد عليها. ينتقل الإنسان من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ في القبر، ولا ينفعه في ذلك المكان سوى ما أسلف من عمله وما قدم من خيرات، فلا المال يبقى معه ولا الأهل يملكون له نفعا، فيكون في تلك الحفرة عاجزا لا يملك شيئا، يلتفت حوله وفوقه وأسفل منه وعن يمينه وعن شماله، فلا يرى سوى التراب. إنه القبر عباد الله مأوى كل من كتب عليه الفناء من بني البشر عباد الله. والقبر كما تعلمون أول منازل الآخرة، فيه يتبين للعبد مصيره ويجد حصاد أعماله، لا يرى فيه صاحبه سوى الظلمة، ولا يجد فيه غير الوحشة، فلا الوصف يمكنه الإيفاء به، ولا الحروف تستطيع الوقوف على حقيقته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. فمن نجا من القبر فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه. كما قال القائل: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم وأين المحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما مالك في من مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى، أما لك فتمحو محاسن تلك الصور. القبر عباد الله منزل قد نرتحل إليه بعد ساعات، وممكن أن نرتحل إليه بعد دقائق أو أيام أو سنوات. فيعرف كل سبيله ويتضح له مقيله، ويخلو بعمله ويفضي إلى ما قدمه. القبر واعظ صامت لا يحسن العبارات المنمقة، ولا يحسن نظم الشعر ولغته، لكن لحال ترابه صوت لا يسمعه ولا يعيه إلا من وقف يتأمله، وهو يضم بين جنباته الحبيب والغريب، والقريب والبعيد، والشقي والسعيد، والأمير والحقير، ومن يعرف ومن لا يعرف. القبر أول منازل الآخرة، من نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعد أشد وأفظع. فما رؤي منظر قط إلا والقبر أفظع منه. ونعيمه وعذابه وفتنته ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. إن يكن خيرا فالذي بعده أفضل عند الله، وإن يكن شرا فما بعده أشد ويلا لعبد نسي مولاه. وما ربك بظلام للعبيد. وقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة في الدلالة على ثبوت عذاب القبر، وتنوعت في أساليب تقريره. فمن ذلك قول الله: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففي هذه الآية دليل على عذاب القبر، كما قاله جمع من المفسرين بدليل قول ربنا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمعنى أن عرضهم على النار حاصل قبل يوم القيامة، أي في القبر. وهذه الآية أصلا في الاستدلال على ثبوت القبر، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ويقول ربنا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والمقصود بالعذاب الأدنى هو عذاب القبر، كما قال غير واحد من الصحابة كالبراء بن عازب وأبي عبيدة عامر بن الجراح، ومن التابعين مجاهد وغيرهم كثير. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والمراد أنهم يجزون عذاب الهون في البرزخ الذي يبدأ من حين الموت. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال في قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا أن المعيشة الضنكا هي عذاب القبر. وقال ابن مسعود المعيشة الضنك عذاب القبر. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البراء بن عازب نزلت في عذاب القبر، والحديث متفق عليه. وقد سبق عباد الله أن ذكرنا في خطب مضت ما يكون من حال المؤمن بعد نزول روحه وطرحها على جسده في القبر، ثم يسأل، فإن كان من أهل الخير فتحت له أبواب الجنة وظهر له منزله وقيل له نم نومة العروس. وذكرنا أن الإنسان الذي يكون غير ذلك من المفسدين الكافرين الفاسقين إنما يكون عذابه في النار، فيضرب بمطرقة من حديد ويضمه القبر ضمة تختلف منها أضلاعه، وينتهر ويفزع، ويكون له من العذاب والويلات ما سنلاحظه إن شاء الله ونسمع به من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة، عجوزتان من اليهود دخلتا على عائشة رضي الله عنها فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. هذه عجائز يهود قالوا لعائشة، يحكيوا معها كما يحكيوا نساء، قالوا لها احنا عندنا في اليهود في اليهودية تعنا، قالوا لها احنا نعرف بأن أهل القبور يعذبون في قبورهم، لأنه إخواني الكرام الديانات كاملة لجازت كلها عندها دين واحد، هذه أخبار ما تبدلش، ماشي عند النصارى ما كاش عذاب القبر وعندنا كاين عذاب القبر. ربي نزلهم الأنبياء كلهم في العقائد والأخبار كلها واحدة، لأنها الأخبار هذه اللي هي العقائد لا تتغير. الحاجة اللي تتبدل بيننا وبين الديانات الأخرى وش هي؟ بعض الأحكام في العبادات، ربما في إزالة النجاسة في الوضوء في بعض الأمور، أما الدين الدين اللي هو أصول الدين، الله هو الله، الملائكة هم الملائكة، القبر هو القبر، النار هي النار، الجنة هي الجنة، وش تلقى في النصرانية تلقى في اليهودية تلقى في الإسلام، إلا الأمور اللي تبدلت وتغيرت، إلا الأمور التي تغيرت عندهم بالتحريف والتبديل. تقول هذه العجوزتان إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. عائشة قالت فكذبتهما، كذبتهما، قالت فكذبتهما وقلت هذوما يكذبوا، كيف يتعذبوا الناس في القبر؟ لأن عائشة ما عندهاش معلومة الآن، ما عندهاش معلومة. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، يعني ما حبتش تصدقهم لأنهم اليهود. قالت فخرجتها ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين، وذكرت له فقال صدقتا. الرسول عليه الصلاة والسلام منصف، قالت صدقتا، عندهم الحق، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت فما رأيته، اسمع النبي عليه الصلاة والسلام وعشده، قالت فما رأيته بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. في كل صلاة قبل ما يسلم الإنسان اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، وبعد يقول السلام عليكم، يكمل الصلاة دائما في كل صلاة. وقال بعض العلماء هذا من واجبات الصلاة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، كما ذكرنا في الحديث الذي مضى، وهذا شطر منه. قال عليه الصلاة والسلام أتاه ملكان فيقعدانه ثم يظهر له من النعيم ويظهر له من العذاب، ومن بينها قال فيضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، غير الجن والإنس ما يسمعوهاش، كل من كان قريبا من القبر يسمعها من البهائم وغير ذلك كلهم يسمعونها، وهذا من شدة الصياح والعذاب، نسأل الله العافية والسلامة. وعن البراء بن عازب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، يعني غربت الشمس، فسمع صوتا فقال يهود يهود تعذب في قبورها. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع صوت، وهذا فيه دلالة كما قال العلماء أنه كما دلت النصوص والتجارب والتاريخ والحوادث الثقات أنه قد يسمع الله من يشاء من عباده من في القبر. فالأصل وش هو؟ أن الإنسان الذي يعذب في القبر ما تسمعوش لا أنت للجن للإنس للجن لا نسمعه، والله سبحانه وتعالى لم يسمعنا عذاب القبر رحمة بنا، لو كان نعرفه وكان نسمعون ولما واحد ما يقدر يدفن خوه. ولذلك أحيانا الله عز وجل
قد يسمع من يشاء. ممكن الله تبارك وتعالى انت يجوز تسمع حاجة ممكن ما عند ربي هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع صوتا فقال هذه يهود تعذب في قبورها. وهذا الصوت ماذا؟ صيحة، صوت العذاب، صوت الإنسان الذي يعذب عذابا شديدا في قبره. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وهذه أحاديث كلها في البخاري متفق عليها، كلها يقينية، ما فيش ذلك أحد وغير ذلك من الكلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لولا أن لا تدفنوا، يعني وكان ما خفت عليكم يتولي وما تدفنوش بعضاكم، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وعن أبي بكرة قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكرة هذا راح يحكي لنا واحد الحديث الطويل على عذاب القبر راح نتكلم عليه إن شاء الله. قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بيننا، إذ أتى على قبرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبي هذين القبرين لا يعذبان الآن، إن صاحبي هذين القبرين لا يعذبان الآن في قبورهما، فأيكما يأتيني من هذا النخل بعسيب، شكون يجيب لي طرف من عسيب هذا النخل؟ قال فاستبقت أنا وصاحبي فسبقته وكسرت من نخيل من النخل عسيبا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فشقه نصفين من أعلاه، يعني هذاك العرف نتاع العود نتاع العسيب قصه النبي صلى الله عليه وسلم نصفين. قال فوضع على أحدهما نصفا وعلى الآخر نصفا، هذه من رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إنه يهون عليهما ما دام فيهما من بلولتهما، يعني ما دام فيهم الماء شيء، إنهما يعذبان في الغيبة والبول، يعذبان في الغيبة والبول. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى إنهما يعذبان في كبير وإنه عند الناس ليس بكبير، رام ربي يعذب فيهم في القبر على أشياء أنتم بالنسبة لكم راهي أمور عادية راكم تعملوا فيها الصباح والعشية. ما هي يا رسول الله؟ وش هذه الأمور اللي هي عظيمة وإحنا نديرينها حاجة سهلة؟ قال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، اسمعوا يا أهل النميمة اسمعوا مليح، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يلي درك دير في النميمة دير في بالك ربي ما يأخركش حتى اليوم القيامة، غير تموت مباشرة تباشر العذاب. لماذا؟ لأنك كنت تقوم بعمل خبيث يستعجل الفتنة بين الناس، أنت اللي راك تدي في الكلام ودي في وجه الناصح الأمين وربي سبحانه وتعالى وفايق لك، الناس ما فاقوا لك، الناس ربي فايق لك، أنت اللي راك تدي في الكلام وتجيب أو قال فيك فلان ودار فيك فلان وأنا ما حبيتش نقول لك خاطر نخاف عليك، أنت اللي وجه الكذاب الذي جاي في وجه النصوح، ربي فايق لك. راك تفرق بين المرء وزوجه، تفرق بين الإنسان ووالديه، فرق بين الصاحب وصاحبه، فرق حتى بين أهل المسجد. وهذا النميمة اللي كدير فيها بسرعة راح تفسد هي بين الناس، لذلك بسرعة ستعذب أنت في القبر. عجل الله لك العذاب لأنك قد عجلت فرقة الناس في الدنيا، ولذلك يفعل النمام في ساعة ما لا يفعله الساحر في سنة، ولذلك عجل له العذاب. قال عليه الصلاة والسلام أما الآخر فلا يستنزه، أو رواية ولا يستتر من بوله، ما ينقش روحه عندما يقضي حاجته، كما الناس اللي يتربوا عند النصارى، الناس يتربوا في الغرب يكبروا أولادهم مساكن، الناس يتربوا في بلاد الغرب يكبروا أولادهم يدخلوا لبيوت الخلاء لا يجدون مرشا ولا يجدون ماء لأن الكفار لا يستنجون، فيتربى ابنه على ذلك يدخل بيت الخلاء ولا يستنجى ولا يفعل أي شيء. هذو أهل الطهارة، هذا الناس يفعلون هذا. ومن الناس من يفعل هذا من المسلمين، من لا يصلي قلك أنا ما نصليش ما نستنجاش، هكذا يفعلون، ولا يستتر من بوله، يوقف سيارته أمام النساء والرجال في الطريق السريع ويقضي حاجته، رجل بطول وعرضه جوز أنت مع أهلك تلقى على حاشية الطريق السريع على الحاشية، لا يستتر من بوله، يعذب في عذاب القبر، نسأل الله العافية والسلامة. انتبهوا يا إخواني الكرام انتبهوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنهما يهون عليهما، هذاك العود اللي يغرسه النبي عليه الصلاة والسلام
هذاك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما داروه الصحابة بعده ولا داروه حتى إنسان. أنت الإنسان اللي راك تجي هنا في القبر وتجيب زوج عواد ولا عود ولا ثلاثة ولا أربعة وتغرسهم في قبر الإنسان هذاك اللي مات لك، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. الناس اللي راهم يغرسوا الورد ويغرسوا الأشجار ويغرسوا الأشياء في قبور موتاهم، هذه من بدع النصارى، مش بدع ماشيين للسنة تاعنا. القبور تبقى كما هي، تبقى كما وجدت قبور الصحابة، روحوا شوفوهم في البقيع، تبقى كما هي البقور، تعلم وتحاط وخلاص والسلام عليكم. لا تضع تحط لها كتيبات ولا إن لله وإنا إليه راجعون ولا وقتش زاد ولا وش كان يحب يأكل ولا هذيك، خلينا من الحكايات، خلي القبر كما هو. القبر تعرف العنوان تاعو راه الداخل، الداخل خلينا نحكو على الداخل، راهو إما حفرة من حفر النيران وإما جنة روضة من رياض الجنة. يعني الإنسان اللي يخدم لهذا الأمر، وأنت تحب الميت نتاعك ارفع يدك وقل اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، هذا قل، قل اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ادعي له، ادعو له لميتك، هذه وولد صالح واش يدير؟ يدعو له. هذا هو الإنسان المخلص، تروح تدير وردة وزوج من بعد تروح الدنيا تخربها ولا تبالي ما يلحق أباك ولا أمك. هذا المصيبة التي نحن نعيشها اليوم، والرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل خاص به ولم يفعله أحد من بعده. ثم جاء من حديث سمرة بن جندب أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص علينا رؤاه ويسألنا من رأى منكم الليلة رؤيا. وهذا الحديث الطويل الذي سنرجئه في الخطبة الثانية حديث طويل يجمع لنا أصول المعاصي التي يعذب أهلها في حياة البرزخ. نسأل الله العافية والسلامة، أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد عباد الله، فنعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. جاء من حديث سمرة بن جندب الفزاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقوله لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا. هذه عادة عند النبي عليه الصلاة والسلام، يقول من رأى منكم رؤيا فيفسرها لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فيقص عليه من شاء الله أن يقص. قال وإنه قال لنا ذات غدات في الصباح إنه أتاني الليلة آتيان. هذه الرؤية تعمل الآن تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحي، وحي الرؤية تاعي وتاعك ماشي وحي، ما نقدروش نحكموا عليها. تشوف إنسان يسحر فيك ما تقدرش تحكم عليه، تروح ليه تقول أنت سحرتني خاطر شنمتك. تشوف إنسان جاريك قالك دير هذيك الحاجة ما تروحش ترجعها عبادة لأنك شفتها في المنام. الرؤية نتاعنا حنايا عندها حكم خاص، ذكرناه خطبة كاملة على الرؤية، عندها حكم خاص من المبشرات من لطف الله عز وجل، من المقدمات، ممهدات، أشياء كثيرة، إرهاصات، أشياء تنبيهات، هذا الرؤية أحكامها. أما أنها تخرج بها أنت يا حكم شرعي هذه لا. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حكم شرعي لأنها وحي. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء أن الأنبياء رؤاهم وحي، الرؤية تاع النبي هي وحي، وهي ضرب من أنواع من أضرب الوحي كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله. قال وإنه قال لنا ذات غدات. شوفوا الآن الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث هذا أنتم كم تعرفوه، أنا حبيت نعطيكم علاه قال هذه الكلمات، وش من نوع تاع هذه المعاصي، علاه مش الحديث لازم تبقى دائما في راسك، دائما خليه في راسك هذا الحديث، ستذكر هذا الحديث هو اللي يولي كي تجي دير المعصية تفكره، هذا الحديث هو اللي يخليك تحبس عن المعصية، وهو اللي يخليك تخدم من أجل الجنة، لأنه حديث يتكلم معك بصراحة عن حياة ستقبل عليها. ونسأل الله يعافيني ويعافيك من عذاب القبر. وش يقول الرسول عيسى أتاني الليلة آتيان في النوم، في النوم جاوني زوج من الناس، من هما؟ ملكان. أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني دوني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا، شوف الأول هذا العذاب الأول، وإنا أتينا على رجل مضطجع، رجل راقد، وإذا آخر قائم عليه بصخرة،
ملك ملك من الملائكة وقف عند راسه، ونحب نحكيها لك هكذا باش تفكرها مليح. واحد راقد، هذا العذاب الأول، إنسان راقد مضطجع، واحد عند راسه بصخرة يرفد هذيك الصخرة هذيك ويضرب رأسه بكل جهد، ليه راح يضربك 160 كيلو؟ ليه راح يضربك هذا يا ملك من الملائكة؟ ملك هذا يمكن يحكم الأرض كما راهي هزها تتقلع، دير في بالك ليه راح يضربك، ماهوش إنسان 60 70 كيلو 100 كيلو، لا هذاك اللي راح يضربك ملك، نسأل الله يعافيك ما يضربكش إن شاء الله، يعني دير في بالك هكذا، ديرها حط روحك أنت في الموقف باش تنجي نفسك، تقولش أنا خاطيني هذه، حط روحك أنت هنا وتشوف شكون الإنسان هذا اللي كان يتعذب هكذا وش كان يدير هذا الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي عليه بالصخرة على رأسه، يضربه على رأسه فيتلغ بها رأسه، ينقسم الرأس على اثنين، يتكسر الرأس هذا بتاع الإنسان، فيتلغ بها رأسه. قال: فيتدهده الحجر ها هنا، الحجر هذاك كي يضرب ما يتكسرش، يروح يرولي، يروح الحجر هذاك يروح يهرب. فإذا به قال: فيتبع الحجر فيأخذه، هذاك الملك هذاك يروح الحجر هذيك يروح يعاود يجيبها باش يعاود يضرب هذاك الإنسان مرة ثانية. كي يروح لهذاك الإنسان يجيب الملك يجيب الحجر، كي يعاود يرجع الراس تاع الإنسان يعاود يولي كما كان، لأنه كان يضربه مرة خلاص وارتاح، باش يعاود يولي باش يزيد يعذبه نفس العذاب إلى قيام ساعة، وهو هكذا يعذب، نسأل الله العافية والسلام، يزيد يضربه الضربة الثانية، يزيد يروح الحجر وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: فما يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت سبحان الله. شوف شوف الرسول عليه الصلاة والسلام تعجب كي شاف العذاب هذا. قال: فقلت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا، قال: قلت سبحان الله. هذا كلام يقوله الإنسان إذا تعجب، كي تعجب يقول سبحان الله، يقولش واو كما نقولوا احنا ديناها على الكفار، يقول سبحان الله، يقول الله أكبر، هكذا يتربى الولد وليدك يتربى على أن يقول كلمة ذكر الله عندما يتعجب، عندما يفرح بشيء، عندما تجيه صدمة، عندما يرى آية من آية الله، ذكر الله ذكر الله، تقول سبحان الله. قال عليه الصلاة والسلام: فقلت سبحان الله، ما هذا؟ وش هذا الشيء العجيب؟ نوع من أنواع العذاب يرهب القلب يهزه. قال: فقلت ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. وبعد يشرحوا له، وبعد يشرحوا له علاه كان يتعذب هذا الانسان، انت اشفع عليه معايا، اشفع على الانسان هذاك اللي كان راقد يضربه بحجره يتقسم راسه، هذا واحد. قال عليه الصلاه والسلام: فانطلقت معهما فاتينا على رجل مستلق لقفه، واحد راقد الان، وشو راقد على راسه بالصح، راقد على ظهره مستلق على قفاه، القفه هذا مستلق على راسه من فوق. قال: وإذا آخر قائم عليه بكلوب، كلاب، صح كلاب، ماهوش كيما هذا، كلاب من الكلاليب العذاب، أدوات العذاب يوم القيامة. قال: وإذا آخر عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقيه، الشق هذا منا يحكمه، فيشرشر شدقه شدقه إلى قفه، هذه يجيبها حتى اللهنة، يعني يحكمها حتى اللهنة، ويزيد هذه حتى اللهنة، وزيد مناخيره منا حتى الفوق، حتى القفه، يعني حتى المر، يعني شوف الان هذا النوع من العذاب بالكلوب. قال: ومن خريه، من خريه الى قفاه، وعينيه، عينيه في اثنين الى قفاه، يعني هذا يرجع اللور وهذا يرجع اللور وعينيه يرجعهم اللور، انظروا هذا النوع الثاني من العذاب. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح الأول كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. يعني قال: قلت سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. يعني هذا العذاب كي يجبد له هذه، يجبد له هذه، كي يعود يولي يجبد له هذه الأخرى تعود تولي كما كانت، وهو يفعل به هكذا في منخاريه وفي عينيه وفي شدقيه، يعني ستة أماكن يجبدها بالكلاب، ستة أماكن يجبدها بالكلاب هذا الملك، وهو يفعل به هكذا مدة طويلة إلى قيام ساعة. ماذا فعل هذا الإنسان؟ زيد اشفع الإنسان الثاني هذا ماذا فعل؟ سنذكرك عندما تخبرنا الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: قال: فانطلقنا فأتينا على مثل بناء التنور، التنور الفرن، شفت الفرن هذاك اللي يخدموه بالحجر الكبير،
فر كبير، إما أن يكون مثلا شيء من زجاج أو يكون شيء من طين أو غير تنور، فرن كبير. فإذا به وش فيه الفرن؟ بناء التنور. قال عوف أحسب أنه قال وإذا فيه لغط وأصوات. وش فيه الداخل هذاك التنور هذاك فرن هذاك وش فيه الداخل؟ فيه أصوات صراخ كبير وعويل ولغط، ناس يصرخوا يصرخون الداخل. الناس الذين كانوا يصرخون الداخل هذوما الناس كيف حالهم؟ قال فاطلعت فإذا فيه رجال ونساء عرات عريانين، لأنهم كانوا عريانين في الدنيا، كانوا يزنيون في الدنيا، نساء ورجال عرات. قال وإذا هم يأتيهم لهيب من تحت، من تحت يزيدونهم في النار، يأتيهم لهيب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضو ضو، يعني يصرخون صراخا شديدا، كيزيد عليهم العذاب، يصرخون صراخا شديدا. قال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. هذا النوع الثالث من أنواع العذاب، ناس في داخل فرن، وفي رواية كأنهم في عنق زجاجة يحبوا يخرجوا منها فلا يستطيعون، يحبوا يهربوا كيزيدوا لهم النار من تحت، يحبوا يهربوا ما يقدروش، يضيقوا كلهم، لأنه كان إحنا كمارنا نحبوا نهربوا من باب واحد راح نحصلوا في مرة واحدة، هكذا يقع لهم لأنهم يأتيهم اللهيب والعذاب، والعذاب من تحتهم. قال عليه الصلاة والسلام فأتينا على نهر حسبت أنه قال أحمر مثل الدم، نهر أحمر هذا الرابع، نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل يسبح، يسبح وين؟ موش في مسبح، يسبح في نهر من الدم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يأتي ذلك الرجل الذي قد جمع الحجارة، قال ثم فإذا به يضربه، إذا جاء الإنسان فيفغر له فاه، إذا جاء الإنسان يحب يخرج من هذاك المسبح باش يسلك من هذاك الحميم وذاك العذاب، يحب يخرج إلى الشط، يجيه ملك وهو يحمل حجارة كثيرة فيضربها على فمه، فيضربه على فمه فيفغر فاه، يعني فيرجع إلى ذلك المسبح، يعود يولي في المسبح. قال فيفغر له فاه فيلقمه حجرا حجرا، يعني عمر له فمه بالحجر، فينطلق فيسبح ما يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه وألقمه حجرا. قال قلت ما هذا؟ قال قال لي انطلق انطلق، يعني هذا إنسان يسبح في الدم ويأتيه ملك فلا يتركه يخرج من ذلك المسبح، بل يملأ فمه بالحجارة يضربه بها ضربا، ثم يعود من شدة ذلك الضرب إلى وسط المسبح، وهو يعذب في ذلك إلى يوم القيامة. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة، يعني المرأة نتاعو كريهة، كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة، فإذا هو عند نار له يحشها، واحد يسقم في النار باش ما تطفاش يقوم عليها، يحشها ويسعى حولها. قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقت فأتينا على روضة معشبة فيها من كل نور الربيع، روضة جميلة. الآن انطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان آخر، فيه الجنة، فيه الجنة فيها من كل أنوار الربيع. قال وإذا بين ظهراني الروضة رجل قائم طويل لا أكاد أن أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وأحسنه. قال قلت لهما رجل طويل ومعه أولاد، كل أولاد صغار في تلك الجنة، روضة من رياض الجنة، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وأحسنه. قال قلت لهما ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقت فانتهينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال فقال لي ارق فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية في الجنة بلبن ذهب ولبن فضة، يعني اللبنات الطوب انتاحة، واحدة فضة واحدة ذهب، واحدة فضة واحدة ذهب، هذا البناء انتاحة، مدينة كاملة، مدينة كاملة مبنية في الجنة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلنا فتلقانا فيها رجل شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، يعني لقونا ناس، لقينا رجال نصهم ما شاء الله جمال وزين، وشطر كأقبح ما أنت رائن، النص الآخر قبيح المنظر. قال فقال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، روحوا ذلك النهر وادخلوا فيه اسبحوا فيه، فإذا نهر صغير معترض يجري كأنما هو المحض في البياض.
قال فذهبوا فوقعوا فيه وصاروا في أحسن صورة. قال فقال لي هذه جنة عدن. هذيك الجنة اللي شفتها هذيك مبنية مدينة كذا وشن هي؟ هذيك جنة عدن. جنة عدن ربي سبحانه وتعالى هيأها. وهذاك منزلك، هذاك منزلك، منزل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعودا فنظرت، قال فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. الأخرى اللي شافها وشن هي؟ جنة عدن. والفوق قال له هذاك، هذيك جنة عدن وهذاك منزلك أنت يا رسول الله. قال فنظرت فسمى بصري صعودا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. الربابة السحابة البيضاء. قال لي هذا، قال فقلت لهما بارك الله فيكما، ذراني فلأدخل، خلوني ندخل هذا المنزل تاعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يشتاق الجنة مثلنا، ونسأل الله من الجنة يا رب. قال قال لي أما الآن فلا، دوك ما ندخلش الآن، لأنه ربي يجعلها يوم القيامة وأنت داخله راح تدخل تدخل. قال فإني رأيت منذ الليلة عجبا، هو يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فما هذا الذي رأيت؟ وش هذا الشيء اللي شفته عجبا تعجبت العذاب؟ ما شيء هذا الذي رأيت؟ قال قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول، أنا سأخبركم بسرعة والمرة القادمة سنفصل إن شاء الله. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، هذا الأولاني اللي كان يضرب فيه بالحجرة ويقسم رأسه على اثنين، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. الإنسان اللي ماوش ينوض يصلي يرقد ويفوت، ينوض يصلي صبح التسعة، والناس اللي راهم ينوضوا ما شاء الله ناشطين يروحوا العمل وصلاة الصبح ما يصلوهاش، الناس اللي راهم يسهروا في الليل الشباب وصلاة الصبح ما يصلوهاش، ويقول لك أنا كنت نايم. لا عذر للنائم المتعمد، لا عذر له، إنما التفريط في اليقظة. هذاك الإنسان شوف العذاب نتاعك، اسمع مليح العذاب نتاعك، يا من تأخذ القرآن فتلفظه، يا من لا تصلي، يا من لا تقوم الليلة ولا تقرأ القرآن الكريم، يا أيها المعرض عن الله، شوف العذاب نتاعك في القبر، نسأل الله العافية إلى قيام ساعة. تعرفوا القبر يا إخواني الكرام، أبو بكر عاش 63، أبو بكر الصديق رضي الله عنه 63 سنة، عنده 1400 سنة هو ينعم في القبر، راحت 63، 1400 سنة، قرن، يعني شوف شحال من قرن، 14 قرن 15 قرن، وأبو بكر الصديق ينعم في القبر جنة. أي دار تعملها أنت تاع 63 سنة ولا تاع قرون وأنت تنعم فيها في روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة وعايش في القبر، كي يقيم ربي الساعة يزيد يدخل الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه، وهذاك اللي كان يجبد منا ويجبد منا ويجبد من مناخره بالكلاب وعينه إلى قفاه من خراه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفق. كاين ناس كذابين على طول، كاين ناس الكذب عنده قفازة، كاين ناس الكذب عنده تسلاك سلك روحك اليوم بعد ساهل، كي تكذب تدي حق الناس ما تقولش من بعد نتوب، لأن هذيك اليمين الغاموس هذيك راح تديك تغمسك جهنم، لأنك ديت بها حق الناس. الكذب قد ينجيك أمام الناس ولكن يغمسك في نار جهنم. كذاب يكذب من أجل أن يضحك الناس ويقول لك فنان، فنان هذا يا يعني. علاه فنان؟ يقول النكت بزاف يضحك الناس. شر الناس من يكذب ليضحك الناس. وكاين الناس يكذب لمرض نفسي، الكذب هذا راه طويل نحكوا عليه في خطبة أخرى إن شاء الله. مرض، مرض حس روحه بناقص، نهار كما هو في حمو يحكي وأنا واحد النهار درت وأنا درت، مريض هذا مسكين، والناس قاعد تعرفوا اللي كذاب ويبقى يكذب حياته كاملة لأنه مرض والعياذ بالله، ويولي يصدق روحه ويولي آمن بروحه. سنتكلم على الكذب في يوم من الأيام إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفق. ما عندناش كذبة بيضاء وكذبة حمراء، حنايا كذب كامل أحمر وأسود. قال وأما الرجال والنساء العراة الذين في بناء مثل بناء التنور، هذوك اللي كانوا في الفرن العراة، فإنهم الزنات والزواني. الناس اللي راهم اليوم غارقين في فاحشة، اسمعوا اسمعوا، ما كاش حدود، ما يشتطبق عليكم الحدود في الدنيا، صح كاين عذاب عند الله تبارك وتعالى، وكان جو يطبق عليكم الحدود في الدنيا أهون على الأقل تسلك من عذاب يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأما الرجل الذي يسبح في نهر الدم، هذاك اللي كان يلقم له الحجارة في فمه،
فإنه آكل الربا، ليأكل الربا، ليأكل الحرام، اللي راهو داير في باله بلي تجارة. هذوك النوع من الناس اللي راهم ظهروا عندنا في البلاد، يسلفوا للناس يقولوا ترجع لي 10%، يقول لك هذا التجارة حلال. هذا الإنسان، ربي قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. صدقة يبارك لك فيها والربا يمحق الله عز وجل بركته. قال وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها فإنه مالك خازن جهنم. هذاك اللي شفته القبيح يدور على النار، هذاك مالك، مالك من الملائكة كلف ربي بأن يكون هو خازن جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. يا مالك فليقضي علينا ربك. وأما الرجل الطويل الذي رأيت في الروضة، اللي شفته في الجنة طويل وضايرين به الأولاد صغار، فإنه إبراهيم عليه السلام رجل الملة، إن إبراهيم كان أمة. وأما الولدان الذي حوله فكل مولود مات على الفطرة، كل أولاد صغار لما تركم هذوك مازلنا بالغوش ماتوا صغار، كاملهم مع إبراهيم في الروضة في الجنة، دايرين لهم لاكراش كيما نقولوا حنا. اش لاكراش هذه؟ حنا ندوهم للروضة، هم راهم في روضة بصح ماشي كيما الروضة تاعنا حنا، روضة من رياض الجنة. معامل معامل، شكون هو اللي قائم عليهم؟ إبراهيم عليه السلام، نعمة من الله. من يموت له ولد مثل هذا يأتيه يوم القيامة يسبقه ويفتح له أبواب الجنة مرتاح، يعني نعمة عظيمة. والله سبحانه وتعالى أحيانا يختار الولد الصغير هذا رحمة به، كان يخليه يكبر يدير كما احنا رانا في المعاصي غرقين، فنسأل الله العافية والسلامة. قال فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وهذه مسألة عقدية فيها كلام وفيها خلاف كذلك بين العلماء سلفا وخلفا. وأما القوم الذين كان شطر منهم حسنا وشطر قبيحا، الناس اللي شفتهم نص ملاح ونص قبح، قال فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم والله رحيم. قال لهم ادخلوا في نهر وغمسوا نفوسكم فصاروا حسنا، يعني في حسن وجمال، فجعلهم الله في روضة من رياض الجنة. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم، وأن يجعل قبورنا جميعا رياضا من رياض الجنة، وأن يتجاوز عنا وأن يفرج كروبنا وكرب المكروبين، وأن يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتانا. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مباركا فيه. اللهم يا ربي أنزل علينا مطرا فيه رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحمنا واغثنا، اللهم ارحمنا واغثنا، اللهم ارحمنا واغثنا، وانزل علينا رحمتك، واذهب عنا سخطك يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبعافيتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.